لما اني نتكلم عن الفن التشكيلي في الكويت تمر بالذكريات اشياء كثيره طبعا. والفن التشكيلي تاسس وقام على اسماء، واسماء لها باع طويل ولها ثقافه معينه، وهي اللي ارست الحركه التشكيليه في الكويت من بدايتها. حميد خزعل فريد من نوعه، هو صاحب فكر، صاحب عقلية، فلذلك الأعمال تنبع من هذه الشخصية، أنها هي تكون محملة بالثقافة اللي هو كان درسها واللي هو تعود عليها واللي هو اكتسبها واللي هو نقلها معاه إلى الكويت. من كلامه اللي كان يقول في أحد اللقاءات، يقول ما أنا اللي أختار الألوان وأسوي التكوين وأسوي الفكرة، لكن الألوان هي اللي تختار. فكان يتعمق بالشيء هذا ويدرس الخامة، خامة اللون، ويحاول أنه يطبقها. أقدر أني أنا أقول أن حميد مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى لا تذكر لأنها هي من أيام الدراسة، وأيام الدراسة هي أشياء ينفذها كطالب، وبعدين اللي حكمت عليه البيئة اللي كان قاعد فيها وكان يدرس فيها واللي هي مصر. الواقعية اللي كانت في لوحاته، مع أنه ما تقيد في الواقعية مثل ما هي، لكن بدأ في الواقعية بالأشكال والعناصر. مثلاً إذا كان يبي يرسم طائر رسم الطائر مثل ما هو، إذا بيرسم قطعة قماش رسمها مثل ما هي، لكن التركيبة والتكوين اللي كان يركب فيه كانت بدايات اللي هي السريالية. لما انتقل إلى السريالية بدأ فيها بأشياء، بدأ الآن يأخذ من التراث، وبدأ أنه هو يستخدم التراث هذا بشكل سريالي وليس بشكل واقعي، طلع من منظور الواقع. فبدأ أنه هو يحلل الشخص أو الشكل اللي موجود أمامه إلى مجموعة من اللي هي الكتل ويركبها بتركيبة، فأنت لما تشوفها أول مرة تلاقيها أن هذا إيه والله هذا إنسان، هذا حيوان. وأعتقد إذا نظرنا إلى لوحاته اللي هي سواء كانت المنشورة أو غير منشورة، راح نشوف أن الفترة هذه واضحة كانت موجودة عنده. الفترة اللي جات عقبها هي اللي بدأ أنه هو ياخذ الرمزية والتجريد. هو قام يدمج المدرسة الرمزية مع المدرسة التجريدية، وكان يعتمد على اللون وليس على الشكل. فترات كان يخلي علاقة ما بين الشكل واللون، وفترات كان يخلي اللون هو اللي يطغي على الشكل. فكان هو دائما في المعارض او في اماكن اللي احنا نكون فيها لقاءات ينزوي في مكان ويكون يلاحظ اللي موجود كله، ويقعد يقلب عيونه في الاشياء اللي موجوده امامه، ولا عمره انتقد عمل من الاعمال، لكن قاعد يمتص الاشياء هذه كلها. إذا أحد سأله قال، إذا أحد ما سأله
ما يتكلم ولا يقول أي شيء. الفترة هذه أنا في اعتقادي وبتحليلي اللي فيها النقلة الكبيرة اللي يه إلى مرحلة اللي هو الرمزية البحتة أو الرمزية الغامضة، يبي يخلي المتلقي والمشاهد أنه يتعمق في التفكير أكثر عشان يشوف. فمثلا ترك الأشكال الآدمية وترك أي شكل من الأشكال وبدأ أنه يأخذ اللي هي الأشياء اللي هي خاصة، مثلا خاصة بالإنسان. فبدأ أنه مثلا في اللوحة من اللوحات اللي هو رسم الدشداشة بس، فالواحد يتساءل وين الريال، وين الإنسان. إذا فكر في عمل الدشداشة اللي موجودة في اللوحة هذه، من الطبيعي أنه هو ما راح يقول أن هذه حرمة، لو انجذب إلى رمز الدشداشة، ورمز الدشداشة هو الرجل. هني مو هامة أنه هو شي يفكر فيه، هامة أنه هو الدشداشة هذه وشكلها، هل الرجل هذا اللي كان داخل الدشداشة ولكنه مختفي، هل هو منسق، هل هو نظيف، هل هو فقير، هل هو غني؟ فلذلك أنت لما تدقق في الدشداشة تلقاها مكوية وموجودة. إذن اللي موجود ولابسها هو لابد أنه هو شخص راقي موجود. بعدين دخل في تجربة ثانية، يعني الميزة اللي تميز بعض الفنانين وحميد خزعل اللي هو واحد منهم، إنه ما يتم على أسلوب، يدور شيء اللي هو يقدر إنه هو يوصل له فكريا. فدخل في عملية اللي هي شهرزاد، اللي هي بدأ أنه هو يستخدم العناصر اللي موجودة في القصة ويحاول أنه هو يعبر عنها بطريقة اللي هي طريقة رمزية وطريقة تجريدية مخالفة للعرف اللي احنا موجودين عليه. فمثلا لما خذ فكرة أن شهرزاد تقص قصتها وبعدين إذا أذن الديج انتهت القصة هذه على أساس أنه يوم ثاني، فهو خد الديج. بالنسبة للقصة كان الديج صوت، لكن هو لما حطه في اللي هو الرسم فحطاه كرمز، فاستقل فيه اللي هو الشكل الخارجي. لكن نشوفه إحنا لما هو رسمه ما هو شكل الديج، شكل حيوان على طائر، فهو عطاه حجم، وذلك لأهميته في القصة اللي موجودة. فأعبر عنه بألوان اللي هي ألوان الفجر اللي لما يطلع، اللي هو اللون الأصفر واللون هذا اللي هي أول طرة الشمس موجودة. طبعا هذه ما جت صدفة أنه اختار اللون هذا، لا هو اختاره لغرض معين، أن هذا في الوقت هذا في المكان هذا. فلذلك هو قدر أنه هو يوصل الفكرة اللي هو يبيها من خلال اللي هو ديك اللي موجود، انه حلل لي بطريقه رمزيه وبطريقه لونيه هي ادت الغرض اللي هو يبيه على اساس يوصله. فأعتقد
أن حميد بهذه الصورة وهو كفى ووفى في الزمن هذا اللي أنا أعتبره على حياة الفنان قصير. Thank you.